فرد يا كرم، بداية أهلا وسهلا فيك بالبرايفت ماجازين. واللي ما بيعرف دكتور فرد يا كرم، كيف تعرف عن حاله؟ أنا كيف أعرف عن حالي؟ بونجور. أول شيء هي فادية كرم، بتمدد الصور لفادية كرم. يعني اليوم شغلك بيحكي عنك دكتور. مظبوط، فادية كرم بعتبرها رسالة انطلقت من مشكلة ذاتية مرقت فيها، يمكن الحياة هي اختارتني بهالمسار بهالرسالة، وأنا اليوم بعبر عن فادية كرم بعملي بنتيجة شغلي. نعم دكتور فاديا، اليوم نحن بنسمع انه حضرتك برو بتركيب الادويه. نعم، ادائك بهالدومين، وشو الحالات المستعصيه اللي حلتها دكتور فاديا؟ المشي اللي تعرضت لك يعني 13 سنة، من سنين تعالجت اختصاصي انفورماتيك، انتقلت بعمر العشرينات لاختصاص فدا كرم بيوشيمي، درست لابراتوار كوزمتيك وبلشت بتريتمنت على فدا كرم باثنين برودكت، البيلينج والكولاجين. كنت عم بنطلق من شك، من اول شغلي انه قد ما يكون الدكتور شاطر بده دواء بين ايديه يعالجه، اخذت الطبيعه هي المثل قدامي كيف تتجدد، لقيت بالتجدد واحترام طبيعه الجلد هي اساس علاجي الجلدي. نعم الكل بيعرف انه انا بحب الحياه المستعصيه، بحب اتحدى نفسي، بحب اتحدى هالشيء اللي يعني عم بيعاني منه الشخص مثل ما تحديت مشكلتي، وبحاول انه اطلع على اللابوراتوار وهيك فبرك بمختبر حياتي شيء يفيد الناس يعالجهم، وانا انبسط بالنتيجه، الفرح والسعاده بحسه كثير مهم بالنسبه لفادية كرم. نعم دكتور فاديا، اليوم البرودويات اللي حضرتك بتركبيها تخضع لرقابة وزارة الصحة أو ما شابه؟ عم بقول لك عندي مختبر 4 طوابق، آه كله دكار. برخص وزارة الصحة، في كثير أكيد تراخيص بتطلع فيها تاخذ ترخيص اللابوراتوار يعني، والبرودكت أكيد كان لازم ينزل على الصيدليات، نعم الظروف قطعت فيها كانت عائلية أو صحية ما قدرت قمت بهالخطوة، بس وزعت شغلي بلبنان وبرات لبنان، أون بليس عندي مدرسة، أكثر من 3 طالب تخرجوا من عندي، لأنه البرودكت عندي هو تريتمنت مش برودكت تجميلي ميك اب او كذا، نو كل شيء بيشتغل على تعديل علاج البشره بمشاكلها، بدي درس كليميس، حتى في كذا ديرماتولوج اخذوا كورسات عندي تقدر يشتغلوا بالبرودكت، وكنت الخطوه بدي اعملها انزل بالصيدليات، الناس بتفكر اذا البرودكت مش بالصيدليه ما بيكون المرخص، نعم بس اللي بدي اقوله للكل لو ما في ترخيص ما عندي مختبر 4 طوابق، ما صار لي 34 سنه بالدومين، ما بعدني واقفه، الناس تحكي عن فادية كرم بقول لهم دعايتي عملي، يعني نعم اليوم الميديا توسعت واكيد العصر مع التقدم بيحب الاعلام والميديا، بس انا بعدني شوي رجعيه بقول رسالتي عملي نتيجه، لسان اللي بيحكي بمصداقيه وبيشوف قدامنا هي فجأة كلام العمل الكريم اللي حاطه اسم عليه، نتيجه على وش كل شخص اشتغل عندي، كان شاب كان صبي كان طفل كان ختيار، لانه جدي في عندك كثير مشاكل وكل حالة لها علاج مختلف عن الثاني. نعم دكتور، هل هناك حالة مرقت قدامك وما قدرت حليتيها؟ أكيد يعني بالنتيجة أنا مش بير ترديف، يعني في كثير أشياء بتمر علينا مستعصي، اليوم هي تلاقي حكيم راس شاطر حكيم عيون شاطر، بس صعب تلاقي حكيم جلد شاطر، نعم الجلد هو أكبر أورجان بجسمنا بيتفاعل داخليا وخارجيا، كثير أوقات أسباب صحية داخلية بتأثر على الجلد، قد ما نعم نشتغل من برا إذا الشخص ما ساعدنا من جوا وعملنا توازن بالميتابوليزم تبع الجسم ما في ناخذ نتيجه للجلد، نعم يعني في اشياء بحاول حلها كفادية كرم باشياء طبيعيه من ورا خبرتي، في اشياء بتعاون مع دكاتره حسب الحاله، بس في اشياء الاشخاص ما بيلتزموا ما بقدر حل المشكله. نعم شو البرودويات اللي عند حضرتك اللي انت بتركبيها؟ شو هي اكزاكت؟ يعني مثلا كريم دو جور، كريم دو حاسس نيل. شغله، نعم مجموعه مستحضرات فادية كرم هي مجموعة كبيرة، يعني تقريبا 72 سوبر برودكت. تختص فدا كرم بعلاج شيء اسمه الجلد، حتى نعم الشعرة بعتبرها خلية، اوكي كل شيء بخص الخلية الخارجية بالجسم، يعني عندي جام للشعر، عندي جام للوجه، عندي جام للجسم، هذا كأونتروتيان. اون بليس في كريمات لحسب الكيت، اذا في عندك حالة اكني حبوب، اذا في سيكاتريس، اذا في حروقة، اذا في اكزيما، في بسورياسيس، في بقع، كل حالة لها جام معينة لها،
كريم جيل كريدمي اسمه اوتريتيان، نعم بس ما فيني اعطي شيء اسمه اوتريتيان وعالج جلدي اذا ما عملت له شيء تريتمنت خاص تعدل البي اش ورجعها على طبيعتها الاساسيه. واللي عنده نعم جلدي حلو اللي عندك تعني حافظي عليه، يعني كان شاب او صبيه. واليوم عندنا مشكله الاوزون عم تاثر كثير على الطفل، عم تاثر كثير على الجلدي اللي كان عند الشاب او الصبيه، المفروض اعمل لها اهتمام خاص فيها، نغلفها ونقويها تتحارب، وعندها مناعه تحارب الاشياء المناخيه اللي عم تاثر فيها اليوم. نعم دكتور فادية، مثلا احنا على سبيل المثال مش الحصر، السواد تحت العيون بيقولوا ما بيروحوا، كل عند شيء دكتور كرم بيروح السواد تحت العين. بدنا نحكي شغله، نعم في سبب وفي نتيجه حسب المشكله من شو منطلقه. نعم سواد حول العين بيجي من كذا سبب، اذا في قله نوم، اذا في ضعف بالجلده، اذا في فقر دم، اذا في مشكله بالكليه، كل حاله لها علاج معين. نعم بعدني عم بحكي الجلده بيرتبط داخليا وخارجيا. هون بدها بتيجي اي كليان او اي شخص لعندي بقوم بدراسه البي اش تبع جلدته وعلى اساسها بفسر له عن الحاله شو النتيجه وكيف العلاج. نعم وهون الريزولت اللي بياخذها الشخص بدي اكون انا صادقه معه، اني في ناس بدهم تاخذوا 50% نتيجه، في ناس بدهم 80%، في ناس بدهم 90%، في ناس بدهم 30%. بدي اكون صادقه مع الشخص لانه شيء ببين قدامنا ما فينا نخبي. دكتور، كمان الموضوع ما اقتصر على تركيب الأدوية، نعرف أنه عندك مؤلفات خاصة بهالأمور، قد عدد مؤلفاتك بلغ لحد اليوم؟ أنا بقول كل اليوم يمر علينا بدنا نكون عم نعطي سمر بهالنهار. بحب أقول لكل واحد عم يسمعني اليوم، شغلنا رسالة، كلمتنا رسالة، وجودنا بالحياة رسالة جاي من مشوار، المفروض تترك بصمة. كتبت كتاب بخص شغلي، كتبت 3 كتب بخصوا حياتي، تجاربي بالحياة. نعم عم بكتب كتاب كمان هلا بعد ما أخلص، وعم حضر لكتب تاني. بعتبر اليوم أنا عم بفيد الناس بعملي بشغلي، بس كمان بكتبي. يعني عم بتفاجئ انه انا كتاب مثلا كتبت الاخر مره بفتره الكورونا 3 كتب بخصهم بشغلي، نعم تجربتي مع الوحش الكاسر، تجربتي مع الكنز اللي قطع علي، كتبت كتاب اسمه رحله حج وقت فاديا كرم فقدت السلام والايمان، نعم وكتبت كتاب تالت هذا كمان بعتبره كثير قيم بعد ما قررت وقف كل العلاجات يلي انا ما بقول اوقات بحاجه الدكتور والمستشفى والعمليه، بس نعم في اشياء ربنا عطانا اياها بالطبيعه كثير بتساعدنا. كل وصفة عطانيها اختيار استعملت علي فدتني كتبتها بكتير اسأل مجرب. نعم هالكتب هودي حسيتهم كتير عطيوا نتيجة معنوية نفسية لكتير عدد من الناس، وانبسطت. في كتب بتخص شغلي فدت الناس كعمل كعمل كبزنس، نعم بس هودي فدوا الناس على صعيد أكتر اجتماعي وإنساني. وبقول للكل احنا سلسلة مترابطة نكمل بعض. نعم دكتور، بنهاية هاللقاء شو بتنصحي اللي عندهم مشاكل معينة بالجلد بالوجه، شو نصيحتك بدي لهم؟ انصح شغله، اذا في مشكله او ما في مشكله المفروض اذا عندنا نعم نحافظ عليها. الجلد هي الارض، هي مريض النفس كلها سوا. اذا عندنا شيء حلو نحافظ عليه، اذا عندنا شيء في بروبليم نعدله ونعالجه. اكيد عند ناس مختصين بدون ما نخبص. اليوم الاعلام والميديا عم تركز انه نبيع برودكت، المهم بعنا برودكت، المصاري ما هي كل شيء. نعم المهم نحافظ على نعمه ربنا بالشيء المظبوط يلي من طبيعة جلدتنا. نعم في فاديا كرم، في كتير كريمة غير فاديا كرم، بس المهم ناكل الكريم الصح للجلد الصح. نعم دكتور فادية كرم، شكرا لك على هذا اللقاء، ويا رب يا رب انه على طول انت واللي مثلك يضووا شمعة وسط هالظلام. شكرا شكرا لك.